السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. في البداية كل الناس اللي بتشوفنا ياريت تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة اشترك معنا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. نادي الزمالك بيقيم الأفراح والليالي الملاح وألف ليلة وليلة بعد التعادل مع النادي الأهلي بنتيجة إيجابية بهدفين مقابل هدفين. نادي الزمالك طبعا حقه، النادي بآخر 18 سنة ما كسبش النادي الأهلي غير 3 مرات، والثلاث مرات اللي كسب فيهم النادي الاهلي كان النادي الاهلي حاسم الدوري، نتائج غير مؤثره، وناس كتيره بتحتفل بشيكابالا وهدف شيكابالا، حتى جمال عبد الحميد بيحاول يعني يحفل على النادي الاهلي، يا ريته كسب، يا ريته ده. الناس دي يا جماعه على رايي مش عارف مين اللي جاب له على السوشيال ميديا، لازم نبص راس صلاح محسن انه احرز الهدف الثاني. الناس دي لو كانت كسبوا كانوا هيعملوا اكتر من اللي عملوه ده بقول لك بيحتفلوا علشان تعادلوا، وكل الناس بتتكلم عن التعادل واحنا كنا افضل، تعادلوا مع النادي الاهلي بس طبعا كانوا مغلوبين 5-2 5-3 من النادي الاهلي، بيقول لك مغلوبين فرق 2 بس مش كتير، وكانوا بيرقصوا. النهارده بيتعادلوا لازم يرقصوا ويطبلوا ويغنوا 10 سنين قدام يعني. لكن زي بقول لحضراتكم النادي الاهلي هو ادى لنادي الزمالك الفرصه دي باداء لعيبه النادي الاهلي الهزيل، وكمان واحد زي احمد ديويدار طالع يقول لك والله الزمالك تعادل مع النادي الاهلي بالناشئين، وميدو طالع بيقول للاعب شيتوس لاعب النادي الاهلي سواء انتوا مش مكسوفين الزمالك كسب بالناشئين، ناشئين ايه اللي الزمالك كسب بيهم؟ الناشئين اللي نزلوا اخر حسام عبد المجيد نزل اخر 3 دقائق، وقبل منه كان نازل سيف فاروق اعفر ب5 دقائق هو ويوسف اسامه نبيه، اللي لعب المباراه تقريبا وقت 60 70 دقيقه هو اللاعب نيمار. دلوقتي بقى كلهم 4 ناشئين، لكن النادي الاهلي باداء لاعبته الهزيل زي ما قلت حضراتكم بمستوى لاعبين المصريين والاجانب المحترفين شيء صعب جدا. طبعا الـ الاداء سيء، لكن في بعض الامور اللي تبني عليها الروح الرياضيه كانت بشكل جيد يعني. يعني زي ما قلت حضراتكم لقطه امام عاشور مع وليد سليمان واعتذار وليد امام عاشور لوليد سليمان مره اخرى بسبب ما حدث في الامارات، واللقطه اللي غير جيده كان اعتذر مره واثنين وثلاثه، ايضا مصطفى شوبير مع شيكابالا، ايضا محمد شريف مع شيكابالا، ايضا اللاعب كان منتظر شيكابالا في الممر اليو ديانجا وخد منه التيشيرت الخاص بالجمهور، ما شفناش اي لقطات خارجه، ما شفناش اي اصوات غير لائقه. فالحمد لله رب العالمين النادي الاهلي والمباراة مباراة النادي الأهلي، التنظيم كان رائع، التنظيم كان جيد، لكن الأداء عليه مليون علامة استفهام. عندنا مباريات إن شاء الله نكسبها خلال المرحلة المقبلة، ويبقى إحنا سابقين نادي الزمالك ب5 نقاط. عندنا مباراة أمام غزل المحلة يوم الأربعاء المقبل الساعة 9:30 بإذن الله، ما فيش لا مفر غير الفوز أمام نادي غزل المحلة، مباراة صعبة، غزل المحلة فرقة جيدة، يشوفوا بقى الامور يظبطوها كيفما يشاءوا. الطبيب يقعد مع الجهاز الفني يشوف مين اللي لعبته، عمرو السوليه لازم يرتاح، شوف مين اللعيبه اللي مجهده بدنيا بشكل كبير، ويعمل الروتيشن الكابتن سامي قمصان. طبعا ان شاء الله خلال يوم او اثنين ممكن النادي الاهلي يعلن عن اسم المدير الفني، وده هتبقى مهمه المدير الفني يعني. لكن حتى الان مباراه لسه النهارده، خلاص احنا داخلين على يوم الاثنين، مباراه يوم الاربعاء، فتكون مسؤوليه الكابتن سامي قمصان ايضا يعني. بالنسبة للكابتن حسن شحاتة في تصريحات تلفزيونية ليه طلع بيتكلم في عدة أمور مهمة يعني. الراجل في سنه ده ربنا يديله الصحة عيد ميلاده 74 سنة، اتكلم في عدة أمور منها منتخب مصر، قال لك البعض مش عاوز يقرب من حسن شحاتة تدريب منتخب مصر على إنه خلاص راحت عليه، واتكلم على إنه بيفضل المدير الفني الأجنبي في التوقيت الحالي لأنه طلباته كلها مجابة المدير الفني الأجنبي عكس المدير الفني المصري بيطاطي وبيقبل بأي شيء. واتكلم عن محمد صلاح، قالك محمد صلاح نجم النجوم مع نادي ليفربول وبيعمل كل حاجة في نادي ليفربول، لكن لم يقدم أي شيء مع منتخب مصر محمد صلاح، وتم مجاملة محمد صلاح بالتعاقد مع كيروش لأن الوكيل الخاص بمحمد صلاح هو نفس وكيل كارلوس كيروش، وقال لازم المديرين الفنيين يستغلوا محمد صلاح لان محمد صلاح وجوده في منتخب مصر اول ما بينزل
المدربين او المنتخبات اللي قدامك بيبقى في لاعب واثنين وثلاثه بيبقوا ماسكين محمد صلاح، لازم المدربين يستغلوا هذه النقطه علشان يفضوا مساحات للقادمون واللاعيبه الاخرين في منتخب مصر. ايضا الكابتن حسن شحاته اتكلم عن حال الكره المصريه، قال لك لو اتكلمت هغلط في حق ناس كتير، يعني لان انا بس انا مش عايز اتكلم ولا اذكر اي حد، لان احنا ماشيين بشكل غريب للغايه. واغرب ما في اتحاد الكره واغرب ما في هذه الامور الكرويه هو اتحاد الكره وقراراته المتضاربه بشان المدرب اللي جات في منتهى العشوائيه. كره القدم بتدار بمنتهى العشوائيه. وتطرق لبيتسو موسيماني ورحيله عن النادي الاهلي، قال موسيماني عمل شغل كبير مع النادي الاهلي فترة في بداية وجود في النادي الأهلي، وقال وجود موسيماني بعد ما عمله في الفترة الأخيرة زي ابتعاده عن الفريق وأنه يكون موجود في المغرب، أنت خسران من بطولة نهائي دوري الأبطال وتروح تسافر دورة وتبعد عن الفريق حوالي 10 أيام كان صعب. قال لك هذه الأمور ما ادتوش الأحقية في أنه يستمر، خلاص كده أنت بتسيب الفريق في وقت صعب بعد خسارة بطولة. وقال لك رغم اني بعتبره من المدربين الكبار، موسيماني عمل قدم شغل كبير مع النادي الاهلي، لكن الفلوس اللي اتعرضت عليه، الاموال اللي اتعرضت عليه من قطر خليته يفكر كتير ويشاور عقله، وده يعني كلفه الكثير وهو الرحيل عن النادي الاهلي. ده كلام الكابتن حسن شحاته في ظهوره التلفزيوني بمناسبة عيد ميلاده، وراه شخصية محترم رمز كبير من رموز نادي الزمالك. عايز اتوقف عن شيكابالا، احنا بنتكلم ونحفل عن شيكابالا. اولا الحمد لله رب العالمين، مجدي عبد الغني اسمه جمال عميل بيقول لك شيكابالا معرفش بيقلع التيشيرت ليه وفرحان ليه، ما هو دايما بيسجل في النادي الاهلي دائما وابدا. شيكابالا لما بيسجل تحسبها، شوف كل المباريات كده، لما بيسجل في النادي الاهلي الزمالك ما بيكسبش، لما بيسجل يا الاهلي بيكسب يا الزمالك يا الاهلي بيتعادل يعني، لكن ما حدش يقدر ينكر بامانه 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 شيكابالا عمل اداء رائع، سجل هدف رغم ان الهدف خطا. لو شفتوا صوره الهدف اللي جابه شيكابالا والمكان اللي تواجد فيه شيكابالا وقد ايه ان علي معلول كان لوحده في وسط اربع لعيبه زملكاويه ولاعيبه النادي الاهلي كلهم كانوا متمركزين في الناحيه اليمين لمحمد الشناوي بعيد عن، لازم تشوف في مشكله في النادي الاهلي يعني، واللعيبه لازم تراجع نفسها. شوف الهدف تاني اللي جابه شيكابالا ولاحظ تسجيل الهدف شيكابالا، شوف النادي الاهلي بالظبط مربع شيكابالا وكان في لاعب قدام محمد الشناوي وكان في اثنين لعيبه على منطقه الجزاء وواحد خارج الطب، شوف اربع لعيبه، علي معلول كان في وسط هذا المربع، لعيبه النادي الاهلي كلهم كانوا ناحيه اليمين يعني، لكن خطا دفاعي مشترك ما بين خط الدفاع سواء محمد هاني او ياسر او رامي ربيعه وايضا محمد الشناوي اللي كان ممكن في الهدفين بتوع نادي الزمالك بالمناسبه يكون لي، سواء الهدف الاولاني اللي جابه اشرف بن شرقي او هدف الزمالك الثاني اللي جابه شيكابالا، الهدف الاول الكره الراسيه رغم خطا رامي ربيعه ورغم ان محمد هاني وهو بيطلع بدل ما يطلع لفوق يعمل التيك اوف لفوق علشان ياخد الكوره بيضرب غطس لتحت، كان محمد الشناوي لو كان طالع بدري شويه ممكن يطلع الكوره بالبوكس. انا ما مش عاوز محمد الشناوي عملاق حارس مرمى كبير جدا 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 ومباراه مش هتوقعه، لكن لازم يراجع نفسه بعد شيء مسموه، وسيبك من نغمه مشوبير ياخد على حسين، محمد الشناوي هو الحارس رقم واحد في مصر يعني. فطبعا شيكابالا عمل مباراه، واللي يقولوا غير كده في الوقت اللي هو واللي ساعده كده ان النادي الاهلي في الجزئيه دي ناحيه اليمين اللاعب احمد عبد القادر ما كانش فيه اي تغطيه دفاعيه خالص، فاداله فرصه انه يتحرك ويبقى فيه سهوله في الوزا. ما قلت قبل كده النادي الاهلي اللعيبه خارج الـ التركيز في هذه المباراه وتحديدا الشوط الثاني اللي كان فضيحه، لكن زي ما اقول لحضراتكم حتى شيكابالا اللي احنا بنقول البعض بيقول عليه عجوز والبعض بيقول لك شطب والبعض يقول لك مش عارف ايه، شوف نزل عمل اسيست وهجاب هدف. حسين الشحات اللي لسه دافعين فيه ملايين قد كده، كل جنيه وجنيه او كل شنطه شوال فلوس يا راجل، مع ذلك لا عارف يعمل اسيست ولا عارف يعمل اي حاجه ولا عارف يباص، لازم لعيبه كتير تراجع نفسها في النادي الاهلي. وقبل ما نختم لازم نهني لاعب النادي الاهلي المحترف في نادي برشلونه علي زين حصولا على دوري ابطال اوروبا
مع برشلونة في كرة اليد. في النهاية شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته، ونتمنى التوفيق للنادي الأهلي خلال المباريات المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.